أولادك أبطال مع نادي إيزي سبورتس الحد دلتا. عندنا هتحس إنك في بيتك التاني بجد، لأن فرع الدلتا ده تاني فرع بعد نجاح كبير لفرع المقطم في القاهرة. مكاننا على طريق اسكندرية الزراعي بعد يافطة الكيلو 115 بحوالي 400 متر. عندنا مجموعة كبيرة من الأكاديميات الرياضية على أعلى مستوى، ومجموعة من أفضل المدربين في مصر. في نادي إيزي سبورتس العبد هتقدر كل أفراد الأسرة إنها تستمتع بأحلى الأوقات في مختلف الأنشطة، أنشطة رياضية وترفيهية وأنشطة اجتماعية وكمان ثقافية. عندنا هتلاقي حمام سباحة وملاعب لكرة القدم والتنس الأرضي وكرة السلة والكرة الطائرة وكمان كرة اليد، ده غير مناطق ألعاب الأطفال. وكمان هتلاقي مبنى اجتماعي ومجموعة كبيرة من الأعداد الاجتماعية والمطاعم والكافيهات والمساحات الخضراء اللي بتريح عينك وبتخليك تشم هوا نظيف. عندنا هتلاقي كل الناس في خدمتك علشان تكون مبسوط ومطمن على ولادك. عندنا هتلاقي حفلات لكبار النجوم في مصر ومجانا. كمان احنا اول نادي في الدلتا بيقدم خدمة الباص لنقل الاعضاء ذهاب وعودة مجانا، ولسه عندنا كتير من التطورات والانشاءات. يلا مستني ايه؟ انضم لعائلة اكبر نادي في الدلتا، نادي إيزي سبورتس العبد، المعنى الحقيقي لكلمة نادي.